فيرجيتين قدامك، هتلاقي زي سلندر كده اسطوانه وانا جايب ماجنت، والسلندر دي هعمل لها روتيشن هتلف. هتلاقي ايه اللي هيحصل متوقع بلا شرحته؟ الروتيشن الحركه دي هتعمل كاتنج لمين؟ الفلكس، يعني طول الوقت في فاريشن. فقال لك الفاريشن ده من اللي انت درسته هيعمل حاجه اسمها دلتا فاي باي دلتا تي، فيولد لك ايه؟ اي ام اف انديوسد بالاندكشن وكرنت بالاندكشن. بس الكرنت اللي هيتولد هنا هيتولد في سوليد كوندكتور او ايرن بيس، حته حديده. فالتيارات اللي هتتولد دي هتفضل محبوسه كده، هتلف في مسار مقفول، تفضل محبوسه. تلف على شكل ايه؟ دوامه. على شكل ايه؟ دوامه كده. فهنسميها ايه؟ ايدي كارنت. تاني لازم يكون عندي سوليد كوندكتور او ميتاليك بيس، اي حته خرده حديده، وتحركها في ماجنتيك فيلد. ليه احركها؟ عشان اعمل فاريشن، عشان اعمل كاتنج او انترسبتنج مع الفلكس لاينز، يبقى طول الوقت في تغير. فمن التغير ده من اللي احنا درسناه من فاراداي هيتولد ايه؟ انديوسد ام اف وانديوسد كارنت. الكارنت ده عباره عن شحنات اللي هي الالكترونات اللي هي ماشيه جوه الحديده، مش الايرن بيس. الانتر اتوميك ديستانس صغيره، صح ولا لا؟ صغيره يعني المسافات بين الجزيئات ايه؟ قليله جدا. فالالكترونات عشان تتحرك وهي ماشيه هتقعد تخبط، هتخبط فين؟ في الموليكيولز. كيمياء اهو، حته كيمياء في الموليكيولز وليه؟ والاتومز. التخبيط والكوليجن ده هيعمل ايه؟ يعمل حراره، ثيرمال انرجي. تاني يعني الكرنت ده هحس بيه على شكل ايه؟ حراره. هتلاقي الحديده بتسخن شبه ايه قبل ماتش، عشان تتخيل الفكره. المكوى، شبه المكوى بتوصل كهرباء، المكوى بتاعت حديد، الكهرباء دي متغيره، هتعمل مجال متغير فلوكس فاريبل، فيتولد في الايرن بيس ايدي كارنت، تيارات دواميه. تسخن الايرن بيس هتلاقيها بتسخن لحد معين، المكوى بتفصل. ايه تاني؟ الفكره اهو. تاني انا هجيب ميتاليك بيس واقعد اعمل لها روتيشن، اقعد ادورها كده الففه جوه ايه؟ جوه ايه؟ ماجنتيك فيلد. الروتيشن ده هقعد طول الوقت اخبط واقطع في الخطوط اللي بالاسود دي، فطول الوقت في فاريشن، في تغير، في ريت اوف تشينج اوف فلكس. التغير ده يولد فولت وكرنت، يفضل محبوس جوه ايه؟ جوه السوليد ايه؟ جوه السوليد كوندكتور. الكرنت ده هو عباره عن حركه الكترونات جوه الحديده، فطول الوقت وهي بتتحرك عماله تخبط ايه؟ موليكيولز والاتومز. الكوليجن ده ينتج عنه ثيرمال هيت او ثيرمال انرجي، هيت انرجي يعني حراره. فتلاقي الايرن بيس عمال ايه؟ تسخن. فالفكره دي هي كده ببساطه يعني ايه دي كارنت قبل ما نفصصها. ايه؟ علشان المكوى لو فضلت تسخن هتسيح لك هدومك، تيجي تاكل مفيش هدوم اصلا. ايه ده السؤال ده؟ هو انا عايز اقعد ازود حراره ما هتسيح. ده الحديد نفسها ممكن تسيح. ايوه، ما هي مصممه لحد معين، عشان اكتر من كده القماش اللي انت او ايا كان بلد تكوي بقى هيتحرق. تمام؟ ايه؟ لا مش شرط كهرباء. انا دلوقتي جايب اكزامبل قبل الكهرباء، انا بلففها ان شاء الله بايديا. بص الرسمه اللي قدامك، لو انا قعدت الفف السلندر ده، قعدت الففه بسرعه عاليه جدا طول الوقت، هعمل كاتنج ليه؟ مش الفلكس بتاعت الماجنت؟ فهيتولد ايه؟ الرسمه اللي قدامك تيارات على شكل دوامه كده محبوسه، صح؟ انت هتحس بيها ازاي؟ حراره. هتلاقي ان الحديده دي عماله تسخن، وهبعت لك فيديو هوريك انها هتقعد تحمر وتصفر لحد ما تسيح. ايه؟ لا بوينتر. ليه انا مالي بالبوينتر دلوقتي؟ اجيب بوينتر ازاي جوه الحديده؟ يا جدعان في السلك ها؟ ده حديده. ايه؟ ايه؟ الفلكس بيبندكر عليه. ايه العلاقة يعني؟ بص هو في حاجة هناخدها بس قدام الحصة الجاية، في حاجة اسمها فليمنج رايت هاند رول، هجيب لك الدايركشن بس لسه ما خدناهاش. تمام؟ بتقول لك ايه؟ موشن بي اي، بس دي لسه ما خدناهاش. تمام؟ بص ده هيطلع لقدام وده هيخش لجوه، بس مش الحديد بتلف؟ فهي بتلف، الجزء ده بيطلع لقدام والجزء ده بيخش ليه؟ لجوه. فلو طبقت الكلام ده لسه قدام، لو جيت طبقت، بص ادي الموشن، ادي البي، ادي الاي، فهتلاقي الاي لفوق وهنا العكس، ويقعد يلف على شكل ايه؟ دوام. تاني يعني ايه ايدي كارنت؟ قال لك الايدي كارنت تعرفها، هو انديوزد كارنت. يعني ايه انديوزد كارنت؟ تيارات جايه بالاندكشن.
بتتولد فين؟ قال لك generated in solid conductor. يعني ايه solid conductor؟ يعني ميتاليك ايه؟ بيس. امتى؟ ايه الشرط بقى؟ هتقول له when cutting variable magnetic field. فمين يعني حكاية؟ يعني الحكاية كلها ان انا هعمل تغير في المجال المغناطيسي ده، هيعمل كاتنج لاي حتة حديدة خردة، فيتولد جواها كرنت بالاندكشن. الكرنت ده هينتج عنه ايه؟ حرارة. طب دي الصورة الوحيدة؟ لا. بص بقى، لو انا جبت ادي حتة حديدة اهي ولفيت عليها سلك كده، بس وصلتها بإي سي سورس. يعني ايه إي سي سورس؟ alternating current، يعني current مش دي سي، مش ثابت شكله كده. بص ده شكله كده بيعمل فاريشن. ده هندرسه امتى يا مستر؟ كمان حصتين ثلاثه في الدينامو. انت لغايه دلوقتي بتدرس الدي سي، الاي سي ما درستوش. الاي سي ده بيبقى current variable على شكل ساين ويف، يعني هتلاقي هنا الكرنت طول الوقت ثابت ولا متغير؟ طب يعني ايه متغير؟ عايز افهم يعني يا مستر. بص يعني هفهمك حته قدام اهو. بص لو هنا بوست بقى نيجاتيف، الكرنت يمشي كده ويلف ويلف لحد ما يرجع هنا، وبعد هاف سايكل يعكس. يعكس ازاي؟ يعني البوستيف تيجي هنا والنيجاتيف هنا ويمشي العكس، عشان هو جاي من عن طريق دينامو. حاجه كده هناخدها قدام مش دلوقتي. ده اسمه اي سي كرنت. طول الوقت ماله؟ فاري بالبلدي كده عشان تبقى فاهم. مره يلف كده ومره يرجع كده، مره يلف كده ومره يرجع كده، بيعكس اتجاهه كل ايه؟ هاف سايكل. فمتوقع البولز اللي بتاعت الماجنت اللي هنا دي ثابته ولا بتعكس؟ يعني مره هنا نورث ومره هنا وهنا ساوث، ومره العكس هنا يبقى ساوث وهنا ايه؟ وهنا نورث. يعني البولز طول الوقت عماله تعكس. ده ينتج عنه ايه؟ ان الفلوكس يقعد يكبر 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 لحد ما ماكسيمم، وبعدين يرجع يبقى زيرو ويزيد في الناحيه ايه؟ العكس. عمال طول الوقت عمال يعمل كده. يعني الفلوكس اللي هنا ده شكل ايه؟ الفلوكس بتاع السولينويد ده درسناه في شابتر 2 مفروض، شبه البار ماجنت صح؟ شايف المنظر ده؟ ده مش ثابت بقى، يعني مش كبر وثابت كده خلاص، لا ده بيكبر وبعدين يقل ويزيد في العكس الاتجاه، وطول الوقت عمال يعمل كده. فطول الوقت فيه في فاريشن، وطول الوقت الفلوكس هيعمل كاتنج لمين؟ لايرن كور. فلما يعمل كاتنج للايرن كور الحديده دي، يتولد جوه الحديده ايه؟ ادي كرنت، تيارات دواميه. بص تعمل ايه بقى؟ هتلاقي ان هنا في كرنت محبوس على شكل دوائر كده او دوامه. يعمل ايه في الحديده؟ يسخنها. طب هل ده يعني فايده ولا ضرر؟ لا مفروض ضرر. ليه ضرر؟ كل الطاقه الكهربائيه دي مهدره في شكل حراره، فهتعمل في الحديده تقعد تسخن. لو ما سحتش ممكن السلك ده نفسه ايه؟ يسيح. يعني شايف السلك ده؟ سلك الكهرباء ده مش عليه عزل؟ العزل ده ممكن يسيح نفسه اصلا، تمام؟ او ممكن ده بعد ما يسيح هيبقى كده. بص يا ده يسيح، يا اما الكبر اللي جوه يحصل له ايه؟ هيسيح. يعني ممكن الكوندكتور يحصل له ملت، او الايزوليشن نفسه يحصل له ايه؟ يحصل له ملت. يعني في ثلاث اضرار ممكن تحصل. ممكن الايرن ليس نفسها يحصل لها ميلتنج، ممكن الكوندكتور يحصل له ميلتنج، وممكن الايزوليشن كمان يحصل له ملتنج. فده عيب طبعا. هتقول لي مثلا طب ما اشيل الحديده، ما ينفعش. هو ينفع موتور من غير حديد؟ ينفع جنريتور او ترانسفورمر من غير حديد؟ طب ليه بيحطوا حديد اصلا؟ يعلوا برميابيلتي اعلى من الاير بكتير. طب ليه بنعلي برميابيلتي؟ لان كل الاجهزه الكهربائيه اصلا قايمه على فكره الايه؟ الاندكشن. والاندكشن انا محتاج فاريشن في الفلوكس، فلازم فاريشن يبقى قوي، يبقى لازم البي تبقى ايه؟ قويه. فما ينفعش تستغنى عن الايرن كور في كل الاجهزه الكهربائيه، تمام؟ فالفكره دي انت بقى مشكله بقى عندك دلوقتي لازم تعالجها، تمام؟ يبقى ده ادفانتج ولا ديسادفانتج؟ ديسادفانتج. يبقى رتب افكارك تاني. يعني ايه دي كرنت؟ تعرفها ايه؟ induced current generated in solid conductor او metallic base. امتى؟ when cutting a variable magnetic field. طب ال variable magnetic field من اللي انا رسمه ليه كام احتمال؟ اتنين. يا اما يبقى مجال بالبلدي كده ثابت وانت تعمل فيه تغير، يعني يتحرك السوليد كوندكتور ان ستيشنري فيلد، موفينج ان ستيشنري فيلد، او تعمل سبجكتنج تو ايه؟ تو فاريبل فيلد. يتوصلوا بمجال متغير، يتحركوا في مجال
ثابت. الحالتين النتيجة ايه؟ هيحصل تغير، يحصل فاريشن. فالفاريشن ده هيتولد عنه ايه؟ انديوس ذا كارنت. تاني الاي سي سورس بيعمل فاريبل كارنت، الفاريبل كارنت هينتج عنه فاريبل فيلد. مجال عمال يعمل كده، بص طول الوقت عمال يعمل كده، لا وبيعكس نفسه كمان عمال يعمل كده. فالفاريشن ده هتلاقي البار ماجنت ده، بص الشكل البار ماجنت ده بيكبر ويصغر، فهيقعد يعمل كاتنج ليه؟ ده هيعمل كاتنج للسولينويد وكاتنج للايرن كور، فيتولد جوه الايرن كور ايه؟ انديوس ذا كارنت. لا لا الفلكس، شايف الخطوط الوهميه دي؟ المجال المغناطيسي ده بيكبر لماكسيمم، بعد كده يصغر زيرو، وبعد كده يكبر في الاوبوزيت ده، وهكذا بقى. فطول الوقت عمال يعمل فاريشن تغير، فيعمل كاتنج للايرن كور يتولد جواها ايه؟ انديوس ذا كارنت اللي هي اسمها ايدي كارنت. تمام كده؟ يبقى احنا خلصنا الديفاين وخلصنا الاكسبلينيشن وخلصنا الكونديشن. اخر مره الكونديشن ده عباره عن ايه؟ ده موفينج ان ستيشنري فيلد. تكتب كده موفينج ان ستيشنري فيلد. طب وايه تاني حاجه؟ دي ايه؟ سبجكتنج تو فاريبل فيلد، ده الكونديشن. في مشكله؟ حلو. ايه الديس ادفانتج قلناها؟ حد يقول؟ ممكن الكوندكتور نفسه يحصل له ميلت، او الايزوليشن، او الميتاليك كور، او الايرن كور السوليد كوندكتور يعني. طب ايه الميزه بقى؟ خدتوا حاجه في الكيمياء اسمها بلاست فيرنس، صح؟ هنا في حاجه اسمها اندكشن فيرنس، ده ادفانتج. اسمها ايه؟ اندكشن فيرنسز، يعني افران الحس، افران الحس. الافران دي بنستخدمها في ايه؟ فرن. اكيد عامل في ايه؟ ان ميلتنج ميتالز. يعني ازاي ان ميلتنج ميتالز؟ بص على الرسمه اللي قدامك، تخيل كده ان انا الاسطوانه دي انا لففتها بسرعه عاليه جدا، فالفاريشن دلوقتي هيبقى قوي ولا قليل؟ اعلى. يعني الدلتا فاي والدلتا تي هتزيد، فالفولت يعني الكرنت اللي اتولد زاد، الكرنت ده هينتج عنه حراره ايه؟ اعلى. كل ما زود الفاريشن كل ما الاي يزيد، فالثيرمال هيت تزيد لحد ما الحديده مالها تسيح. عمليا ما بتتعملش بالبساطه دي، عمليا انت بتجيب ايه؟ اي سي سورس بس الفريكوانسي عنده عاليه قوي، ممكن توصل ل 500 و1000 هرتز، توصله باي اي مثلا خرده عربيه مثلا او اي حته حديد. الفريكوانسي العاليه قوي دي، لو انت فاكر ثانيه ثانوي، ايه علاقه الفريكوانسي بالبريودك تايم؟ يعني كل ما الفريكوانسي تزيد التايم، طب معنى ان التايم قل، بص زمن التغير قل جدا، يبقى الفولت اللي هيتولد، يبقى الحراره هتبقى عاليه لحد ما يسيح الايه؟ السوليد كوندكتور. فهما من العيب ديس ادفانتج عملوا منه ادفانتج، اللي هو ده الاندكشن فيرنس ان ميلتنج ميتالز. في مشكله؟ ماشي. ايه؟ ايه؟ لا ما انا هقول لك بقى هما بيعملوا ايه؟ هقول لك بيعملوا ايه؟ واحد لو فاكر مثلا المروحه اللي في بيت جده القديمه، هتلاقي المروحه دي لو شغاله كتير تقعد تزن، تسخن قوي، تلاقيها مولعه نار، صح؟ ولو شغلت المروحه دي مثلا زي ما بتشغل انت التكييف باليومين من غير ما تطفيه مش هتستحمل. تمام؟ يشتغل دفايه اهو، ماشي. فيسيح. طب هم بقى بيعملوا ايه عشان يتلافوا العيب ده ويطولوا عمر الحاجه يعني؟ بص بقى المينيمايزنج، ازاي نقلل العيب ده؟ بص نحط ايه؟ هيزودوا كده هيزودوا بس 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 والنبي. بص يا نجم، شايف البلوك الحديد ده؟ قطعه، قطعه شرايح كده. بص يا عم اهو، هقول لك بقى اللي هيحصل بقى، ركز بقى. يعني بدل ما تبقى حته حديده محترمه كده بلوكايه كده، قطعها ايه؟ سن ايزوليتد شيتس، هتعملها سن ايزوليتد شيتس، ايزوليتد فروم ايتش اذر، معزوله ايه؟ عن بعضها. يعني انا هقسمها شرايح صغيره، ومن كل شيت وشيت في ايزوليشن عازل، يعني وكأن دي بقت حديده منفصله عن دي وعن دي وعن دي وعن دي. كده صغرت ايه؟ صغرت مين؟ صغرت الاريا. طب الاريا لما تقل من شابتر 1، الاريا لما تقل الار مالها؟ حلو. طب كل ما الار تزيد ده معناه ان الكرنت اللي هيتولد هيقل، فانت كده قللت الايدي كرنت. قللت ايه؟ فكده لما تقلل الايدي كرنت هتقلل الحراره، صح؟ ايه اللي هات صفحه 11. لو انا
البلوك ده قطعته شرايح خليته سين ايزوليتد ايه مش عايز صوت ايزوليتد شيت سين ايزوليتد شيتس وما بين كل شيت وشيت في ايزوليشن عازل عشان افصلهم عن بعض كده انا صغرت الايه الاريا اللي ممكن يتولد فيها ايه ايدي كارنت الاريا صغرت يعني بص لو جينا رسمنا كده ادي الاسطوانه اهي وجيت انا عملتها كده الايدي كارنت اللي هتتولد بص هتتولد في المساحه دي بس ما هو كان ده شيت لوحده وده لوحده وده لوحده وده لوحده هل كده الايدي كارنت هتبقى قويه ولا ضعيفه يعني الحراره الناتجه عنها هتقل ولا تزيد هتقل طبعا طب انا كده قللت الحراره يبقى انا حافظت ان الحاجه ممكن ما تولعش ما توصلش الحراره عاليه جدا ممكن تسيح حاجه وهي هتعيش ايه اكتر تاني معلومه مش انت حاطط ايزوليشن حاطط عزل طب الايزوليشن ده ماده عازله يبقى انت كده غيرت في الطبيعه بتاعت الماتيريال كده زودت الكوندكتيفيتي ولا قللت الكوندكتيفيتي يعني زودت الريسستيفيتي صح يعني زودت الاوبوزيشن فهتخلي الكرنت اللي هيتولد هيقل فالحراره برضو هتقل يبقى ده ازاي تعمل مينيمايزنج كل الشرح ده باستفاضه هي جمله واحده اللي عليك بدل ما هيبقى بلوكه واحده كده هيبقى تعملها سن ايزوليتد شيتس ايزوليتد فروم ايتش اذر بس معزول عن بعض ليه تو ديكريز اريا ام ديكريز الايه ريزيستنس ايه لا 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 انا عايز اقول لك بعد كده ما ندرس الترانسفورمر والدينامو ده اصلا يعني من الفوائد ان انت لازم تعمله سن ايزوليتد شيتس وتجمعهم ايه مع بعض عشان ده ضرر الحراره دي ضرر لازم تحاول تتخلص منها انت هتقللها بس مش هتلغيها فاهم الفكره دي المينيمايزنج زود شيتس ازاي لا هو اصلا البلوكه كلها هتبقى شيتس مش بلوكه تقطع تقطع وتتجمع تتلزق في ما بينهم ايزوليشن حراره زياده ايه ازاي خساره اللي بتطلع في الهواء ايه الفريكشن اريا ايه 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 لا انت مش هتكسرها بايدك بشاكوش ده ماشينز هتقطع فاهم حتت كلها قد بعض وتتجمع فاهم وتحط يعني زي سلايس عازل كده بحيث ان المساحه ولا تزيد ولا تبوظ ولا يعني الشيب نفسه زي ما هو الشيب هيفضل زي ما هو اخر حاجه بقى الانرجي ترانسفورميشن اللي بخلصني ايه الانرجي ترانسفورميشن تحولات الطاقه اللي عليك في المنهج دي انا هنا ببدا بايه ببدا بايه الكتريكال ببدا بايه مش في سورس كهرباء يبقى الطاقه اولها ايه الكتريك بص بالراحه الالكتريك عمل ماجنتيك فيلد يبقى تحول لايه ماجنتيك انرجي المجال المغناطيسي ده متغير فيعمل ايه انديوس ذا كارنت فاريشن هيولد انديوس ذا كارنت يعني كانت الكتريك تحولت ماجنتيك الماجنتيك عمل الكتريك الكتريك اللي هو الانديوس ذا كارنت ده بيظهر لنا في شكل ايه ثيرمال يبقى تحولت لايه حراره يبقى تاني تحولات الطاقه بتبدا بايه الكتريك انرجي تتحول لايه ماجنتيك الماجنتيك يرجع تاني ايه الكتريك بعدين الكتريك يبقى ثيرمال فتحولات الطاقة لازم تكون عارفها. تاني الانرجي ترانسفورميشن بتبدا بايه؟ الكتريك الكتريك انرجي اللي هو السورس سورس الكهرباء هتلاقي مكتوب عندك في صفحة كام؟ 12 الالكتريك ده هيولد عنه ينتج عنه مجال مغناطيسي ماجنتيك فيلد يبقى في هنا ماجنتيك انرجي في مشكله الماجنتيك انرجي ده هيقعد يكبر ويصغر يبقى هيعمل فاريشن الفاريشن تعمل انديوسد كارنت يبقى يرجع الماجنتيك تاني ايه الكتريك وبعدين الالكتريك ده الانديوسد كارنت دي هتطلع هيت يعني ثيرمال انرجي ده سؤال ممكن يجي لك في الامتحان يجي لك على شكل تشوز تحولات الطاقه في مشكله لما تيجي تذاكر تذاكر بوينت كده عشان ده في نظر كتير تعريف تفسيرها كونديشن عيوب وفوائد تقللها ازاي تحولات الطاقه بس في مشكله افتح بقى الكتاب عشان في كيسز قبل ما نحل نقعد نحل بقى في شويه كيسز كده هات بيج 17 اي سين 17 بص اول حاجه ممكن يكون الفاريشن في دلتا بي في اريا في ساين ثيتا يعني ايه دلتا بي يعني بي 2 ماينس بي 1 ده احتمال في احتمال تاني يكون الفاريشن في الاريا نفسها هتيجي كده هتبقى دلتا اريا
في بي ساين سيتا. يعني ايه دلتا اريا؟ يعني اريا 2 ماينس اريا 1. في مشكله؟ ايه الاحتمال الثالث؟ يكون الفاريشن هتكون بي اي دلتا ساين سيتا. يعني بي اي في براكت ساين سيتا 2 ماينس سيتا 1. في مشكله في الكلام ده؟ حلو. الفاريشن بتاع السيتا ده خمس احتمالات. ربنا معانا بقى. بص بقى شد خط كده نبدا نشرح. بص اول احتمال اللي انا شرحه ده مش موجود عندك في الكتابه لان هو مش في المنهج، اللي عليك الكيس الفاينل ريزلت تعرف جت منين. لا انا هقعد اشرح بالتفصيل جت منين. بص بقى اول حاله لو الكويل كده مش الكلام ده يجي في مساء كده الانجل بكام؟ وقال لك الكويل لف ربع لفه يعني لف كام؟ 90. ممكن يقول 90، ممكن يقول كوارتر سايكل، ممكن يقول لك بيكمز بارل، ممكن يقول لك فلكس فانش. الكلمات اللي عندك صفحه 17 اللي هي دي. ممكن يجي يقول لك روتيت 90 ديجري او كوارتر سايكل او ايه؟ او بيكمز بارل او الفلكس فانش. طب اعمل ايه؟ بص بقى هنا السيتا 1 بكام؟ 90. وهنا السيتا 2 بكام؟ تعال نقعد في القانون ده. هتبقى كده اهو، بص هتبقى بي ايه براكت ساين سيتا 2 اللي هو 0 ماينس ساين 90. ساين 0 بكام؟ 0. ساين 90 بكام؟ 1 تايمز ايه؟ بي ايه. فتطلع نيجاتيف بي ايه. لو حد فاكر القانون اصلا جواه ايه؟ دلتا فاي على دلتا تي صح؟ طب نيجاتيف مع نيجاتيف تتحول ليه؟ فاحفظها كده بقى يعني الاثبات ده كله للفهم. يبقى الدلتا فاي هتبقى بي ايه امتى؟ اي جمله من دول. دي اول حكايه. في مشكله؟ الحكايه الثانيه متوقع اقول لك لف كام؟ 100 وكام؟ 180 يعني كان كده واتقلب بقى كده روتيتد 180 كده. هنا سيتا 2 وهنا سيتا 1. سيتا 1 بكام؟ 90. لما اقول لك كانت حاجه 90 كده ولفت كمان 180 راحت لفين؟ 270. يبقى سيتا 2 170. تعال نقعد في القانون. تبقى الدلتا فاي ايكوال بي اي في براكت ساين 270 ماينس ساين 90 كام؟ 270 نيجاتيف 1 تطلع كام؟ نيجاتيف 2 بي ايه؟ تبقى نيجاتيف 2 بي ايه؟ وكده كده في نيجاتيف في القانون فتتحول اهو ده الدلتا فاي. امتى اعوض بيها كده؟ لما يقول لك لف 180 او هاف بس؟ لا ده لو قال لك ريفرسد يعني اتقلب او يقول لك اوفر تيرند اي حاجه بمعنى اتقلب تمام؟ لو قال لك مثلا تيرند ابسايد داون اي جمله بمعنى اتقلب. لو الكويل اتقلب هتطلع في الاخر ايه؟ تو بي ايه. طب واحد تاني بيفكر يقول لي مستر هو لازم يبدا بالبرمنديكولر؟ افرض كان بادي من البارل تفرق؟ اه تفرق، تفرق جدا. لو هو كان كده ولف بقى كده كده السيتا بكام؟ زيرو. كده بقت كام؟ 180 يعني 180 هي الزيرو. هنا ساين زيرو بزيرو، ساين 180 زيرو. طب زيرو ماينس زيرو يبقى الحاله دي الدلتا فاي بزيرو على طول. الدلتا فاي هتطلع بزيرو امتى؟ لو قال لك 180 بس منين؟ من البارل بوزيشن ايه؟ حسب الجيفن. اه على حسب الجيفن وعلى حسب كمان بادي منين. خلي بالك دي ستارتنج فروم بيربنديكولار دي ستارتنج فروم بارل. ايه الاحمر مالها؟ حاضر حاضر. هنا بادي ب 90 ولف ربع لفه يبقى بقى ايه؟ كان كده بقى كده بقى برعل. يعني سيتا 1 ب 90 سيتا 2 بكام؟ بس عوض امسك الكالكوليتر عوض ساين 0 ب 0 ساين 90 ب 1 0 ماينس 1
نيجاتيف 1. القانون فيه كمان ايه؟ نيجاتيف. فنيجاتيف في نيجاتيف اهي بقت بي ايه. ماشي، هنا الثيتا بكام؟ بزيرو. لفت 180 بقت الثيتا بكام؟ بزيرو. طب ساين زيرو بكام؟ بزيرو. ساين 180 بكام؟ طب زيرو ماينس زيرو بكام؟ فتطلع الدلتا 5 دي. لا يا ابني، ما هو النيجاتيف دي دايركشن، هنا الفاريشن اصلا بالزياده ولا بالنقصان؟ لا هو كان ماكسيمم بقى زيرو، يبقى هنا زيرو ماينس الماكسيمم يطلع بالنيجاتيف، يعني فلوكس قل. لو الفلوكس قل لازم يتولد دي ام اف فورورد. هنشرح التصريف نيجي نحل. فورورد يعني يحاول يشده اكنه بيبعد يعني. تمام؟ في مشكله في الكيس دي؟ في بعديها بقى هيلف. بص بقى دي لو لفيت 270، 270 يعني 3 ارباع سايكل. بص بقى ازاي، لو انا مادي كده كده الانجل بكام؟ 90. بس ثيتا 1 ب 90. لفيت 270 يا بص، هلف كل ده لحد هنا، هرجع ايه كده؟ هرجع برر. يبقى ثيتا 2 بقت كام؟ بقت زيرو. ايه؟ ايه اللي قال لي قانون؟ قانون لسه هطلع كيس. في ايه؟ اهو الدلتا فاي ايكوال بي ايه؟ ادي براكت ساين ثيتا 2 اللي هي كام؟ زيرو ماينس ساين 90. فتطلع هنا زيرو ماينس 1 يعني نيجاتيف بي ايه؟ وفي نيجاتيف في القانون فتتحول. بص في مشكله؟ ايه؟ لسه جاي انا 360. دي لفه 270 270 270. لو لف بقى سايكل كامله اخر كيس اهو، سايكل كامله يعني انا هبدا كده وهيرجع مكانه تاني كده. الثيتا 1 بكام؟ الثيتا 1 بكام؟ والثيتا 2 بكام؟ 90. حاجه ماينس نفسها تطلع كام؟ اهو الدلتا فاي هتبقى بي ايه في براكت ساين 90 ماينس ساين 90 فتطلع بكام؟ زيرو. ملخص بقى، انا عارف الناس بتحب تجيب من الاخر، انا عارف. انا بص بقى من الاخر، من الاخر اهو بعد الشرح ده اللي عايز من الاخر. الدلتا فاي ليها كام احتمال؟ لا ثلاثة لو انت ركزت، يا بي ايه يا اما 2 بي ايه يا اما زيرو. امتى كل واحدة؟ لو انت مش عايز بقى فاهم، عايز من الاخر. دي لو لف 90 بكل مشتقاتها، ربع سايكل بقى يقول لك بيكمز بارل فلوكس فانش. دي امتى؟ لو لف 180 او هاف سايكل او يقول لك ريفرسد. دي امتى؟ لو لف 360. طب دي تمشي كمان مع ال 270؟ اه تمام. طب دي تمشي مع ال 180؟ اه بس في شرط، لو لف منين؟ فروم بارل بوزيشن. بس ده ملخص الحكايه. يبقى الدلتا فاي هتتفك كام كيس؟ يا بي ايه يا تو بي ايه يا زيرو. بس بدل البارل اهو ولف 270 يا راح ليه؟ بربنديكولر. هي 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 زي اكنه بربنديكولر ولف 270. بص الحاله الوحيده اللي بتفرق بارل من بربنديكولر 180 في الاخر، يعني مش هتفرق موضع البدايه الا فين؟ في ال 180. ليه؟ ال 180 اللي كان بربنديكولر ولف 180 كده هتبقى 2 بي ايه، لكن لو كان بارل ولف بقى بارل زيرو. غير كده ما تركزش في الستارتنج بوزيشن، يعني ال 180 بس بس مش كده. دي اللي بتك عليها في مشكله؟ نحل بقى. افتح بيج كام؟ 22. بص جايب لك ادي سبرينج، جايب لك هنا ماجنت صح؟ حلو. بس الماجنت ده مش باين قدامك غير حته منه اللي هو نورس، يبقى بالعقل اكيد تحت ايه؟ في مشكله؟ حلو. بص بقى ادي اسطوانه اهي، اسطوانه اهي، وبعدين انا جبت سلك دفيته على السلندر ده، السلك جاي كده متوصل هنا بجلفانو. راح وقال لك ايه بقى؟ قال لك ماجنت از سبتندد ان سبرينج فري تو موف ان اند اوت اوف ذا كويل، يعني السوسته دي هتخلي الماجنت يقعد ينزل وايه؟ ويطلع. بطئ الحركه شويه يعني، يعني شوف كده بالراحه وهو نازل هيحصل ايه، وبالراحه وهو طالع هيحصل ايه. وهو نازل بيقرب بايه؟ بساوث. يصده بايه؟ ساوث. دي قاعده لينز ريبولشن.
تمام، وهنا يبقى ايه؟ نورث. طب اللحظه اللي بعديها مش هيطلع لفوق؟ هيبعد بايه؟ ساوث. يشده بايه؟ وهنا يبقى ايه؟ حلو. متوقع كده البوينتر يعمل ديفليكشن اتجاه واحد ولا اتنين؟ اتنين. هيقعد يعمل كده رايت اند ايه؟ فيعمل سوينجنج رايت اند بس كده. مش فاهم؟ تاني يقرب يصده، يبعد يشد. ده بيقرب الاول بساوث، يصده بايه؟ ساوث. وهنا ايه؟ نورث. اللحظه اللي بعديها ما السوست هتنزل المجرى ده كده طالع لفوق، هو طالع هيبعد بساوث، يشده بايه؟ نورث. وتحت ايه؟ ساوث. يبقى كده اتولد كام فيلد؟ اتنين. هيعملوا كام كارنت؟ بص مره لو صبعي كده هيبقى الكارنت كده، يبقى في كارنت عليا كده. اللحظه اللي بعدها هيبقى في كارنت العكس كده، هيبقى الكارنت اتجاهه كده. كام كارنت؟ اتنين. متوقع البوينتر تعمل ديفليكشن في اتجاه واحد؟ لا، مره كده ومره كده، مره كده ومره كده. في مشكله؟ ايه؟ لا ايكوال في ايه؟ في الديفليكشن، في الفاليو. ايوه ماشي صح. تعال بعد ايه؟ الاخضر بتاع كده لما النورس كانت فوق والساوس تحت، الازرق بتاع العكس اللي هو كده النورس تحت والساوس فوق. مش هو مره هينزل ومره يطلع؟ وهو نازل يصده وهو بيطلع يشده. تمام. تعالى اللي بعده 2008. 2008 جاب لك سؤال كده محترم كان جديد عليهم. ادي رينج اهي وده رينج ثانيه، بس في واحده فيهم مالها اوبن صح، والماجنت ده بيقع بيه نورث. حلو. وراح قال لك مين فيهم هيوصل الارض الاول؟ يعني هو ساب تو ماجنت يقع فري، مين يوصل الاول؟ ده ولا ده؟ الاوبن ولا كلوز؟ يعني اوبن صح. ليه؟ عشان هي اول حاجه بسم الله كهرباء، بسم الله منهج، لازم كلوز ذا باس عشان ما في كارنت. يعني هنا ما ينفعش يتولد اي اندكشن، فهو التفسير بتاع اللي هيحصل جاي من هنا. بص اللي هيحصل، ده بيقرب بايه؟ فيصده بايه؟ وهنا ايه؟ ساوس. فيبطئ حركته وهيكمل بس هيبقى ابطا، وهو نازل تحت. بص الماجنت هيجي هنا وهو بيبعد كده، هيبعد بايه؟ ساوس. فيشده بايه؟ نورث. وهنا يبقى ايه؟ فيبطئ حركته تاني، فده يوصل متاخر. ده بقى هل في حاجه هتبطئ حركته؟ هينزل سكينه في الحلاوه اي حاجه. تمام. لكن ده وهو بيقرب هيحصل ايه؟ زي سلو داون، وهو بيبعد سلو داون تاني نتيجه الاندكشن. ايه؟ مين كان عايز يسأل؟ في مشكله؟ بيقرب بنورث، يصده بايه؟ نورث. دي كيس 1، يبقى هنا ساوث. بعدين الماجنت نزل تحت بس ساوث هنا، بيبعد بساوث يشده بايه؟ بنورث. فيحصل مرتين سلو داون. مفهومه؟ طبعا زمان في النظام القديم كان لازم تكتب اكسبلينيشن. بص انا كاتب قد ايه؟ اربع خمس سطور، تقعد بقى توضح له بقى. طبعا انت هتختاره خلاص ان شاء الله تغشها، مش مهم. تمام. ايه قول؟ كبر ميتاليك رينج او كبر، اي ماده موصله يعني بتوصل كهرباء، جود كوندكتور من الاخر يعني. ابعت لك فيديو كل الكلام ده، ابعته فيديو انا انيميشن. لا دي واقع كان مش انيميشن. في واحد كده جاب زي ماجنت، بس الماجنت ده ايه؟ زي كده هولو. تمام. وجاب كورتين، واحده هنا كلوزد واحده اوبن، لان الكوره اللي نازله في الماجنت اللي هو كلوز ده او لاي مسار مغلق هتاخد تعمل سلو داون وحد ما تنزل، الثانيه هتنزل اسرع. ايه؟ لا مش هينفع، باد كوندكتور مفيش كهرباء. يعني انت تجيبهم الخشب؟ لا مش هيحصل اي حاجه. ايه الرخامه دي؟ مش هيحصل اي حاجه. اكمل؟ ايه؟ ايه؟ هتنزل على طول. مفيش اي ريبولشن ولا اتراكشن. هنا في ريبولشن واتراكشن. هنا نو انديوس ذا كارنت، نو بس نو انديوس ذا كارنت، عشان اللي هنا ايه؟ اوبن ايه؟ اوبن باس. تعالى اللي بعده. السؤال اللي بعده. رسم لك بقى، تعالى ايه اسئله بجد بقى. بص بقى ركز معايا وركزوا عشان السنه دي تقيله. جايب لك رينج وواير، وراح قايل لك ان في انديوس ذا كارنت هيتولد فين؟ في الرينج نتيجه تغير. فاول مره ايه التغير اللي هيعمله؟ قال لك هيزود الكارنت، يزود الكارنت هنا. هو الاي لما يزيد
بيحصل ايه للبي؟ فيحصل ايه للفاي؟ الزياده دي يعني هيحصل فاريشن صح؟ فيتولد ايه؟ اي ام اف انديوسد وانديوسد كارنت صح؟ لحد كده مفهومه. اتجاهه بقى يجي ازاي؟ بص بقى بقاعده امبير، مش ده هنا عامل فيلد ايه؟ ان، يعني هنا في اكسات اهو. بص تيجي تعمل كده اكسات محترمه. هسألك سؤال، لما انا ازود الكارنت والفيلد يزيد ده معناه الاكسات مالها؟ بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. يعني الماجنتيك فيلد اللي هو الاكسات ده هيزيد. بقاعده لينز هيتولد انديوسد كارنت يعمل فيلد يقاوم التغير، يحاول يقلله. يقلله بايه؟ باوت دوت. يعني لازم هنا هيبقى فيه دوت. طب دوت دي بقاعده امبير مش شابتر 2 دايما لاحم هنا، هتلف ايه؟ انتي كلوك صح. لا عايزه تفكير تاني تاني. الفكره كلها بتشوف التغير، التغير ده بالزياده او نقصان، فهشوف ايه اللي هيحصل. اكسات تزيد، اكسات تقل، دوتات تزيد، دوتات تقل. الزياده دي انا بقاومها، ولو نقصان ازودها. تمام؟ يعني يزيد احفظها، يقلله، يقل يزوده. جمله ثانيه تاني، يزيد يقلله، يقل يزوده. تعالى طبق الكلام ده. الاي هيزيد فالبي هتزيد، يعني الاكسات هتزيد. الاكسات بتزيد انا اعمل ايه؟ هقلله. تقلله بايه؟ دوت طبعا، عكسه. مش هو من شابتر 2 لو في فيلد ان وفيلد اوت تعمل بلس ولا ماينس؟ يعني كده زياده ولا نقصان؟ كده بيقلله. فالاكسات لما تزيد يتولد فيلد يحاول يقلله، فهتبقى دوت. يبقى كده بلف ايدي ايه؟ انتي كلوك وايز. اتحلت. مفهومه؟ تعالى اللي بعده، نفس الفكره تاني على نفس السؤال. جايب لك هنا واير وجايب لك هنا رينج. حلو؟ هنا بقى عمل حاجه تانية، قال لك ان انا بقرب. موف ايه؟ موف كلوز. هو انا لما اقرب الديستانس يحصل لها ايه؟ فالبي يحصل له ايه؟ تعالى كده نراجع تاني. الفيلد ده ان ولا اوت؟ ان صح؟ يعني هنا في اكسات. طب الاكسات كده هتزيد ولا تقل؟ هتزيد، ما انا بقرب. طب الاكسات لما يزيد، يزيد يقلله. يقلله بايه؟ دوت. هتيجي هنا هيبقى المفروض في اوت، في دوت. يبقى هلف ايه برضه؟ انتي كلوك وايز. خلي بالك السؤالين دول ممكن اعكسهم. يعني بدل ما ازود هبقلل، وبدل ما اقرب هبعد، فكل حاجه هتتعكس. حل السؤال كله هيتعكس. يعني لو بيبعد يزوده بقى، يعني ده لو كان بيبعد هيبقى هنا في اكسات، ولو ده كان الكرنت بيقل هيبقى هنا اكسات، فالروتيشن هيبقى كلوك وايز. هنا الفيلد ده ان صح؟ لما انا ازود الاكسات بيحصل فاريشن، فالفاريشن ده هيحاول يزق الالكترونات، فالالكترونات مش هتتزق معايا، تقاوم التغير. دي اصل حكايه الالكترونات تتحرك في الاتجاه العكسي، فلما تتحرك تعمل كرنت، الكرنت يعمل فيلد. الفيلد ده ايه بقى؟ عكس الاكسات، يقاوم التغير. بس وانت بتحلي مش هتقعدي تشرحي كل التفصيل ده، تقولي يزيد يقلله، يقل يزوده. هنا تاني، وانا بقرب، انا بقرب لماجنتيك فيلد، فالاكسات بتزيد، حصل فاريشن تغير، فحاولوا يزق الالكترونات، والد فورس يعني، فالالكترونات هتقاوم التغير وتتزق في الاتجاه العكسي. تمام؟ فلما تتزق في الاتجاه العكسي تعمل كارنت، الكارنت يعمل ماجنتيك فيلد يقاوم التغير. يقاومه ازاي؟ عكس الاكسات دوتات. والعكس بقى لو هو بيبعد يحاول يزوده، يعني اكسات تبقى اكسات. الاكسات دي هتزيد، حصل فاريشن، حصل تغير. قاعده لينز بتقول ايه؟ دايما يتولد اي ام اف يعاكس التغير، يقاوم التغير. التغير هنا اكسات بتزيد عشان الكرنت زاد، هقاومها بايه؟ دوتات. الحمد لله. شفت بقى عرفنا ازاي الاتجاه؟ نفس الفكره هنا، وانا بقرب، بقرب من ماجنتيك فيلد اكس، يعني انا ايه؟ الفلكس اللي جاي عليا بيزيد، فانا عايز اقاوم التغير، اقاومه بايه؟ دوت اوت يعني. ماشي؟ الحمد لله. السؤال اللي بعده، لو قال لك اللي تحت او اللي فوق نو فاريشن، لازم ايه؟ لازم كلوز او ايه؟ او ايه؟ لو انت نفس الديستنس دي نفس المسافه، ولا الديستنس زادت ولا قلت، ونفس الفكره. يعني عمرك ما يقول لك ابو داون، غلط. اوعى تختارها دايما ايه؟ موف كلوز او موف اواي. هو اللي بيحط الامتحان عارف ان على الله حكايتكم خالص، فهو ايه؟ عارف انتوا متبصمجين، قام عكس الحكايه. يعني ايه؟ يعني دايما في الاسئله يجيب لك فاريشن ويقول لي هات اتجاه الايه؟ اتجاه الكرنت.
استنى بس بص مش بقول على الله حكايتهم. تاني دايما يقول لك انا زودت كارنت قربت بعت يعني حصل تغير وهات لي اتجاه الانديوسد كارنت. السؤال هنا عكس، جاب لك الاتجاه قول لي بقى التغير، فاهم الفكره؟ عكس. فهو السؤال قايل لك ان عندك ميتاليك رينج اتولد فيها انديوسد كارنت وده اي ماشي في واير، فقال لك قول لي بقى الرينج كان بيتحرك ازاي، كلوز ولا اواي ولا اب ولا داون. شوف الاول اتجاه الكارنت، يعني شوف الفيلد الاول ده هيعمل فيلد ايه اوت، يعني هنا ايه دوت. طب والرينج عامله فيلد ايه كده صح؟ حلو. يعني الفيلد دلوقتي بتاع الرينج عامل اكسات، دول مع بعض ولا عكس بعض؟ صح. انا قلت لك ايه بقى، يقرب يصد يبعد. طب دول عكس بعض يبقى اكيد كان بايه بيقرب، عشان ايه يصد يبقى اكيد كان بيقرب، يبقى اتحرك ايه تو ذا رايت. وانا عارف تاني هقولها تاني وتالت وعاشر. تاني هو عكس الفكره، هو طول يعني كل المسائل وكل الافكار اللي عندك يديك فاريشن، هات اتجاه الكارنت 2019 عكسها، هو اداك الاتجاه فعلا. قول لي بقى الفاريشن ازاي، قول لي بقى كان بيقرب ولا بيبعد. الواير ده عامل فيلد ايه اوت، والرينج ده عامل فيلد ايه ان، دول زي بعض العكس بعض، يبقى ده بيزوده ولا بيقلله؟ بيقلله، يبقى اكيد كان بيقرب عشان يصد، يعني يعيد الحكايه كده عدل، ده هيقرب وهنا في فيلد ايه اوت، فيحصل فاريشن، فالفاريشن ده هيولد انديوس دي ام اف وانديوس دي كارنت، يعمل ماجنتيك فيلد يحاول يقلله عكس الدوت ايه اكسات، فتلاقي ان الكارنت اتولد اتجاهه كده. هو بقى عكس السؤال، جاب لك الكارنت هات لي التغير ايه، الاكس جت منين؟ حاضر، مش الواير ده عامل هنا كده ايه اوت، الرينج دي عامله كده ايه او صبح هيخرج من السبوره والله العظيم اهو كده اهو اكسات اهي، دول مع بعض العكس بعض، يبقى اكيد كان بيقرب عشان يصد، عكس بعض مش مع بعض، دول عكس بعض يبقى اكيد كان بيقرب عشان يصد. تعال اللي بعده الاي ام اف، بس بقى الان بكام؟ ادي 200، الدلتا فاي يعني فاي 2 ماينس فاي 1 بكام؟ حلو، وفاي 2 بكام؟ حلو، اوفر دلتا تي التايم بكام؟ 0.1. تعويض مباشر على الكالكوليتر تطلع كام؟ اهي السؤال سهل اهو، بالاريا هتساوي ايه؟ 10 تايمز 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 4، ليه؟ عشان تحول سنتيمتر ليه؟ لمتر. بعدين قال لك البي بكام؟ 0.1 صح؟ وقال لك انه بليست بيربنديكولار يعني السيتا بكام؟ 90. في مشكله في الكلام ده؟ راح اول حاجه قال لك والان كمان بقى ماشي، قال لك الكويل ماله؟ انفرتد. يعني ايه انفرتد؟ تعكس او اتقلب صح؟ انفرتد يعني الدلتا فاي هتبقى بي اي ولا 2 بي اي؟ 2 بي اي، عشان قلت لك اي 180 او انفرتد او ريفرسد، يبقى الدلتا فاي ب 2 بي اي ماشي. تعال نعوض بقى، ادي الاي ام اف ايكوال، شيل بقى النيجاتيف اتشالت خلاص، ادي الان في 2 في 0.1 في 10 تايمز 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 على التايم اللي هو كام؟ ماشي صح، تطلع 20 فولت. في مشكله؟ تعالى اللي بعده، مش عارف قاعد نايم، انت معايا ولا ايه؟ بص فين؟ ايوه انت بص جنب، انت ما بص فين؟ تعمل كده. طب ركز معايا، هدفع حضور انا بقى فوق واحد واحد. قال لك الكوير روتيتد قد ايه؟ كوارتر سايكل. كوارتر سايكل يعني الدلتا فاي هتبقى بي ايه ولا 2 بي ايه؟ بي ايه صح. اهي وروح هات الاي ام اف تبقى الان اللي هي 500 في 0.1 في 10 تايمز 10 تايمز 10 بار نيجاتيف 4 على التايم بكام؟ 0.025 تطلع 20. هل صعب الكلام ده؟ ولا تعويض مباشر؟ طب اللي بعده راح قال لك ان الفلوكس فانش، في واحد مش فاهم اي حاجه في اي حاجه يقول لي زيرو. كلمه فلوكس فانش دي جمله تبع ايه؟
طبعا 90 لان قلت لك 90 او كوارتر او بيكمز بارل او فلكس فانش. يبقى الدلتا فاي تتفك ازاي؟ اهو دلتا فاي هتبقى في ايه؟ تعال عوض. يبقى الاي ام اف ايكوال الان ب 500 في البي 0.1 في 10 تايمز 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 على التايم بكام؟ 0.1 كام؟ 15. تطلع في مشكله؟ اخر طلب قال لك الفلكس انكريز. دي حاله جديده بقى تماما. بقى الفلكس انكريز كنا بنعمل ايه بقى؟ يعني بنعمل بي 2 ماينص بي 1 امسح ولا صوره؟ طب نشيل مش هشيل دي بس هشيل دي. بص المسائل يعني كل الكيسز اللي قدامك دي كانت تغير في السيتا، اللي جايه دي تغير في ايه؟ دلتا بي. فالدلتا بي هي بي 2 ماينص بي 2 بكام؟ بي 1 بكام؟ تعال نحل. ادي الاي ام اف اللي ان ب 500 بي 2 ماينص بي 1 يعني 0.2 في الاريا اللي هي 10 تايمز 10 تايمز 10 باور نيجاتيف على التايم. التايم بكام؟ فتطلع في مشكله في الكلام ده؟ لا. الاكزامبل دي كلها تطبيق مباشر على ايه؟ على قانون فاراداي بس. بلى هنا حصل تغير في البي، مش انا من شويه وانا بشرح قلت الدلتا فاي ممكن تتفك دلتا بي ايه ساين سيتا يعني بي 2 ماينص بي 1. طب واحد قال لي مستر هو ليه شلت الساين؟ ليه شلت الساين؟ ساين كام؟ 90. فساين 90 اصلا بكام؟ فتبقى بي 2 ماينص بي 1 اللي هو ده، ده البي اهو، ده الدلتا بي في الان في الاريا بس. تمام؟ ايه؟ الشمع ايه؟ جبنا منين؟ 0.3 هو قال اهو increase to 0.3 وهي كانت كام؟ 0.1 فتبقى 0.3 minus 0.1. قايل لك واير اوف لينس كام؟ واير اوف لينس كام؟ ده اللينس. وقال لك الراديوس بكام؟ حلو. في معلومه بقى من شابتر 1 وشابتر 2 ان لينس الواير هو 2 باي ار كويل فين؟ قلعت الساعه فيها 3000 مره دي. انت مبلم ليه؟ قول لي مش عارفها. يا اياد. ايه؟ ار كويل. بس كده؟ ماشي. طب دلوقتي اللي عايز اجيب ال ان هتساوي ايه؟ اوفر 2 باي ار كويل. ال ان بكام؟ اوفر 2 باي والار بكام؟ فتطلع كام؟ في مشكلة؟ قال لك عايز الانديوس دي ام اف وين بلوجنج ا ماجنتيك رود انسايد ات تو بروديوس فلكس بكام؟ بص الفاي، الفاي بكام؟ حلو. في تايم قد ايه؟ 0.1. بص معلومة قبل ما نحل عشان أنا عارف في ناس النيجاتيف عاملة لهم إيه قلق صح؟ في ناس أنا متأكد. بص بقى معلومة من الآخر، هو قبل كده حاسبنا على النيجاتيف في امتحان؟ لا. طب حد ممكن يقول مستر فتحت المعاصر لقيت في اختيارات فيها نيجاتيف قولا واحدا، حاسب قبل كده ثانوية عامة؟ لا. طب افرض جت اتصرف ازاي؟ بص اهو، لو الدلتا فاي الفاريشن بالانكريز بالزياده يتولد اي ام اف اسمه باكورد. يعني ايه باكورد؟ يعني لازم يبقى بالنيجاتيف. لو الدلتا فاي التغير بالديكريز يتولد اي ام اف ايه؟ بالبوزيتيف اسمه ايه؟ فورورد. فانت ما تقلقش من حوار النيجاتيف والبوزيتيف. افرض جت انت عندك القاعده دي، لو اي تغير بالزياده يبقى هنا الحل نيجاتيف، اي تغير بالنقصان يبقى بالاخر. بالاخر يعني. طب حاسبك قبل كده ثانويه عامه على الكلام ده؟ لا. كان بيحاسب على الفاليو بس. لا يعني لا قدر الله جت انت تعرف تتصرف. وريني بس سؤال. فدلوقتي هو عايز الفولت صح؟ بص بقى القانون هيبقى اي ام اف ايكوال نيجاتيف ال ان بكام؟ 14. الدلتا فاي بكام؟ نيجاتيف 4 على التايم اللي هو كام؟ تطلع كام؟ او 14 فولتج. عشان كده في نيجاتيف. لا التغير هنا ايه؟ بلوجنج. بلوجنج يعني ايه؟ زياده، بقرب ماجنت. فاي تغير بالزياده يولد اي ام اف ايه؟ نيجاتيف. اخر سؤال ايه؟
لا ما هو الدلتا يعني كان زيرو، بص كان زيرو بقى بالرقم ده، يبقى دي فاي 2 وفاي 1 اصلا بكام؟ فالماينس هيبقى الرقم ده. يعني دلوقتي انا معايا ادي حديده اهي، لفيت عليها ايه؟ لفيت سلك. بص قال لك كل المعلومات بتاعت شابتر 2، راح قال لك الترنز بكام؟ 700، واداك البرميابيليتي، واداني اللينس، واداني الاريا، واداني الكرنت. راجل كريم جدا. قال لك هات الفلكس دينستي. شابتر 2 كانت بتقول ايه؟ البي سيلينويد منيل اهو، منيل اهو، منيل بنيله. الميو بكام؟ والان بكام؟ 700. والاي بكام؟ اوفر. اللينس بكام؟ 1 ايه؟ عشان هو 100 بس. تطلع كام؟ هل صعب الكلام ده؟ طب طلب ايه؟ طلب الانديوز دي ام اف لما الكرنت فانش. اوعى حد يلاقي كلمه فانش يقول لي مستر زيرو زيرو على طول، لا. كلمه فانش يعني الدلتا فاي هتبقى بي اي، بي اي بس اللي هي 90 كده. لما تيجي تحل اهو الاي ام اف ايكوال الان بكام؟ 700 حلو، والبي بكام؟ 2.8. الاريا بكام؟ كام؟ 10 طيب ستيم بار نيجاتيف 4 صح؟ بعدين اوفر كام بقى؟ اوفر كام؟ فتطلع 100. طب معلومه ليك بقى مستر، هو انت ليه عرفت انها بوزيتيف؟ مش قال لك فلكس فانش؟ فانش يعني تغير بالايه؟ بالديكريز، فلازم الاي ام اف يبقى ايه؟ فورورد، فلازم يبقى بوزيتيف.